صباحكم الله بالخير يا جماعة، وحياكم الله ويانا في حلقتنا اليوم من ملعب الوطن. ودوانيتنا اليوم إن شاء الله تكون مميزة بالضيوف الثقال الحقيقة اللي موجودين معنا. طبعا أرحب أول شيء على يميني اليوم عكس السير، عمنا أبو يوسف خالد الحربان، العادة كل جمعة، اليوم جاي الخميس عشان بيروح شقته في إسبانيا. لا والله شقته في إسبانيا عشان أروح شبد، حازبيني الأخوان مسوين عشب شبد. يعني عشاء بعد ما ادري قدرت عشاء متى للفير تخلونا. مساك الله بالخير عمو يوسف، يعني اليوم شلونك؟ طيب عندنا ضيف اليوم راح تستغربون انه يعني دخل اجواء الرياضه ويتكلم بالرياضه، العاده كلها قضايا وبلاوي ومحاكم ومشاكل، لكن اليوم الرياضه. مساك الله بالخير يا ابو صقر. مساك الله بالخير. يبناك شوي تفرفش بسك بلاوي وقضايا ومحاكم. عندي ملاحظات ودي اقولها الحقيقه للكابتن محمد ابراهيم. يعجبني والله. ايه على المباراه القادسيه والعربي. مو القادسيه والكويت. القادسيه والكويت. القادسيه والكويت. وعندي ملاحظات على الدوري الاسباني. على خط الخطه اللي كان حاطها المدرب، فودي احكي فيها. بعد شوي يعني. زين. نرحب طبعا اليوم ضيفنا اللي شرفنا امانه وخصنا بهذه الزياره كاول ظهور اعلامي. ما ادري ايش نقول والله. جنرال مورينيو الخليج، فيرغسون الخليج، وايد القاب ما شاء الله اطلقوها عليك الاخوان. مهاجراني. شكرا بالخير يا ابو نواف. شفت ايش قال؟ قال مهاجراني بعد. يعني بدا تعرف. صبحكم الله بالخير، احييكم واحيي تلفزيون الوطن وملعب الوطن. طبعا العم العود يوسف الحربان وصقر طبعا الحين يقول لنا الله يحفظك بالقضايا هذه، الحين نبي لنا مغفر. لا. واحيي الاخوه الزملاء حسين خضري ولاد عم جمال، ومشكورين على هالدعوة هذه، وإن شاء الله نكون خفاف في هالصباحية هذه. والله إن شاء الله خير. جمال مبارك، صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير مسعود، صبح على يوسف، على أبو صقر، وعلى أخوان المشاهدين، وعلى أبو علي، وطبعاً أبو نواف. حسين خضري، صباحك الله بالخير يا أبو علي. صباحك الله بالخير يا مسعود، صبح على عمي أبو يوسف والعم أبو صقر. صباحك الله بالخير. انا وياك ترى عندنا شغلات وايده على الكابتن محمد ابراهيم، وايضا على الدور الاسباني. خلاص نلعبها وانتو الحين انا وياك. صبح على ايوه سلام. بدايه قويه. اوكي وصقر. طبعا ما شاء الله اليوم الكيك والحلويات طبعا مو عشان محمد ابراهيم، عشان خالد عبد الجليل. لا يستاهل. لا 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 انا بس عشان تعرفون ليش طالع، صار له شهرين او ثلاثة اشهر يلزم علي كل ما اخلص، لان انا اطلع وهو يدش وراي. إلا تطلع معاي إلا تطلع معاي، وكل مرة أقول الأسبوع الجاي ويصير خير وإن شاء الله. قلت له اليوم بطلع وياك إن شاء الله، اليوم بحلل. أنا قاعد أقولها كذي بحلل القادسية، أنا كله القادسية والعربي، مكلب على القادسية والعربي. ما وعيت ولا الريال من صد جيرني ويا الشيخ ناصر المبارك، إلا تقعد خالد طلبناك تقعد. قلت يلا خل أعطيكم إبداع الكروي اليوم، تسمعون الملاحظات اللي عندي. حياك الله. وأنا الحقيقة اللي شجعني إني أطلع يعني طبعا بالإضافة إلى إعجابي بهذا الرجل المتميز بأخوي عبد العزيز إعلامي يعني بامتياز، لما قالوا لي أن الأخ والعم أبو يوسف خالد الحربان، قلت أنا يعني يشرفني ويسعدني أني أقعد يم هالرجل هذا الأسطورة في التعليق. اللي منو ما يعرف خالد الحربان، منو ما كان يستمتع. أنا اللي مالي شغل بالرياضة أكو تعليقات لخالد الحربان، والله يا عبد العزيز تخلي شعر ينبيكش. يعني تعرف انا ما حافظ ترى المباريات، شوف انا بقول لك الوصف وقول لي هذه صارت في اي مباراه. مره اخذنا كاس عالمي دولي، مو بالخليج هني، ويوسف قاعد يعلق بطريقه يعني شو اقول لك، كويتيه بامتياز، وطنيه بامتياز. والله العظيم انا لما سمعته يعلق 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 وبعدين حطوا جول ربعنا، والله خنقتني العبره. انا اللي مالي شغل بالرياضه كلش، اي مباراه كانت كاس آسيا صح، كاس آسيا هذه الوحيد، احنا الكويت اللي لعبنا كاس آسيا اول ناس، الوحيد اللي لعبنا نهائي كاس آسيا، والوحيد اللي اخذنا كاس آسيا. تذكر تعليقك فيها؟ والله عاد ما اذكر، كان عجيب اذكر بس طبعا من الاشياء اللي لها تاريخ، لها تاريخ، وخصوصا الله يرحمه كان الشيخ سعد. نعم حضر الله يرحمه. النهائية كان التاريخ. مخرجنا ان شاء الله بيعرض لك اياهم ان شاء الله. الحين انا خلصت اقوم اذكرك فيه. لا زين قول لنا شو ملاحظاتك على ابو نواف. لا ابو نواف اقولها بيني وبينه، انا عندي خطه له في المباراه القادمه. انا ترخصوني. الله يسلمك. زين انت غتساوي ولا عرباوي الحين؟ ما قايل.
شلون؟ اثنينهم. لا انا اذكر وانا صغير زين. انت الحين صغير؟ اي اذكر انا قد ساوي كبرت ما ادري ضيعت البوصله ما ادري هنا انا عزيز انا خليني اثبت لك انك قد ساوي. لا تحط الكاميرا عشان القادسيه ثبت شعر القادسيه باسع على طول على طول باسع هذا لحظه بين بين باسع بس لا 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 وصاني وصاني قال كيكه لا احد يجيسها اليوم خلوا شعر القادسيه موجود ان الكيكه نوديها لمعدين يستاهل يبي الصقر بيدرب الصقر اللي فيها الف مبروك اخوي ابو نواف يعني انا سعيد الحقيقه ان انتم قدرتوا تحققون هالانجاز شنا انا سمعت حققتوا ثلاث انجازات بموسم واحد دوري وكاس سوبر سوبر احسن منك انت كلهم جابوا التلفزيون والقناه الرياضيه وما شنو ريال يقول احسن منك السوبر سوبر مو بطوله زين مو بطوله على 10000 دينار والدوري ما اخذنا عليه دينار ودوري ابو نواف ثلاث انجازات اي نعم بموسم واحد موسم واحد يعني عليك والعام الرابعه ان شاء الله وتهلنا العام لاعبين في اليابان ايش السالفه تاخذون من الشطات ولا سالفتكم القادسيه هذا لازم يسوي تحقيق جاوب على النوادي الثانيه يستاهل ما خليتوا شيء حق النوادي ما دام المدرب محمد ابراهيم مش نص يقولوا عنه مش نص وصقر نقطه عن ابو يوسف ترى فعلا صوت ابو يوسف بتعليقه مميز صنع نجوم ها نعم والله بتعليقه يعني بتحليله بوصفه للهدف بوصفه للتمريره صنع نجوم وواحد منهم الجاملي انا وكابتن محمد ابراهيم وغيره وغير ترى يعني احنا ما هي كلمه نفاق اقولها في عن ابو يوسف لا يعرف العلاقه بيني وبينه بالعكس عن ابو يوسف نفس ما قلت الكل كان استمتع في تعليقه وصنع نجوم عن ابو يوسف تاريخ وهذه تاريخ يعني وهذه بارك الله فيك بصدر في شيء احنا في الكويت طبعا احنا في العهد اللي كان في الله يرحمه الشهيد فهد لحمي كنا الفريق لما نطلع ما تقول هذا معلق وهذا صحفي وهذا لاعب وهذا إداري كلنا تيم واحد نفس واحد صح وبالتالي كان الكل يعيش حق الكويت الكل يخاف على زميله اليوم لا رحنا اليوم للأسف إنه في نادي يحب إن النادي الثاني خسر علشان لا يفوز هذه اللي إحنا الروح الوطنية اللي بيننا الروح فهذه يعني أمانة بالفعل الواحد إن شاء الله يحس فيها يعني يحس فيها نعم. عموما مصقر احنا شاكرين لك تلبيه الدعوه اليوم انا بمشي بس قبل لا امشي بعد اذنك باخذ من وقتك يعني طبعا. او من وقت البرنامج اخوي الزميل المحامي عادل عبد الهادي مشكور على الورد بس يا بولي يا عقب ما خلصت انا من البرنامج فما يعني ما مداني اني عبالي تكمل فقرتك حلقتك لا يبا شو السالفه مشكور يا احنا شوفوا كنا منك عبد العزيز احنا اخذنا 10 دقائق ما ادري ربع ساعه انت ماشي شفتوه المره اللي طافت شفنا ايش دعوه 10 دقائق ما ادري 20 ساعة مو بس انه يشكي احنا كنا شكينا على الهواء كلمني انا قلت من وين اللي قاعد يكلمني على الهواء عاد يوم كلمني على الهواء طخيت قلت عبد العزيز عطيه قلت يلا يبا شوفكم على خير ومشين تذكرونها اي نذكرها اي عاد من يومها قلت لا يبا كل شيء لعبد العزيز مسكين اللي كسر خاطري ابو راشد ابو راشد اكلناه على قولتهم اكل واكلنا لحم وقطينا عظم ما اعطيناه شيء كلش فقير مخيط هالحلج وساكت لكن شو اسمه الرجال مشكور مشكورين انا سعدت بمعرفتكم الله يسلمك ولو اني يعني اعرفكم كلكم لكن تشرفت الان بالقعده معاكم قدام الكاميرا مره ثانيه مبروك اخوي ابو نواف الله يسلمك وتستاهلون على الاقل على الاقل يوم اني صغير كنت قد ساوي يعني هذا اقل ما فيها وعسى الله يوفقكم شاكر لك يا ابو عبد العزيز برنامجك والله مو مجامله لك بس مميز انت خفيف طينه دمك خفيف اعلامي بامتياز معاك شباب يعني اعطيتونا جو يعني انا ما تابع اقول لك اياها انا يعني اجاملك واقول لك اتابع لا والله ما تابع بس انا اعرف ان هناك عشرات بل مئات من عيالنا حريصين ويتابعون واذا طافتهم الحلقه سجلوا لنا الحلقه الله يسلمك شاكر لك يا ابو صقر حياك الله تسلم حبيبي حياك الله هلا حياك الله على شيء حياك الله استريح 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 بس استريح حياك الله شباب اشكرك على الكلمات الطيبه شهاده تسفير تستاهل تستاهل الله يسلمك قبل لا نبدا مع اول تقرير يا جماعه صراحه يعني لو ندري كل حلقه نجيب ابو نواف ما شاء الله ماكو مكان اختنا محمد طبعا تقول كل الشكر والتقدير لصاحب برنامج مميز بضيوف المتميزين شكر خاص للجنرال ابو نواف